عشرات لبل مئات الرسائل وردت إلى البرنامج تستنكر عدم المعاملة بالمثل بين الناس، والقضية هي أنه ليش محلل لبعض الناس ما هو محرم لغيرهم؟ ليش عدم احترام مشاعر المواطن بهذه الطريقة؟ ماذا يقول القانون بقضية الإدمان على المخدرات؟ وهل يتم التوقيف في هذه الحالة؟ أسئلة كثيرة طرحت مع قضية الفنانة أصالة وضبط مخدرات معها بمطار بيروت. خلينا نشوف هيدا التقرير ونرجع منستقبل ضيوفنا. توقيف أشخاص لحيزتهم على كميات من المخدرات ولو كانت الكمية قليلة هو أمر اعتيادي بدولة بتسهر أجهزتها الأمنية على مكافحة انتشار المخدرات، إنما اللي ما كان اعتيادي بالأيام اللي مضت هو سرعة تصرف القضاء حيال قضية من هالنوع، ما دفع البعض لوصف شو صار مع الفنانة السورية أصالة نصري بالخدمة إكسبرس. أصالة ضبط بحوزتها ليلة الأحد الماضي وخلال توجهها للقاهرة عبر مطار الشهيد رفيق الحريري ببيروت على 2 جرام تقريبا من الكوكايين بعلبة المكياج الخاصة فيها. وبوقت تضاربت المعلومات حول نفي الفنانة العربية عن مصدر المخدرات، أكد اختبار التعاطي اللي خضعت له وجود مادة مخدرة بجسدها. لكن وبساعات قليلة غادرت أصالة لبنان، ورغم كل شيء صاير بحيث قرر المدعي العام بجبل لبنان كلود كرم تخلية سبيلها بموجب سند إقامة على أنه تخضع لفحص مخدرات يوم بتعود للبنان بزيارة مستقبلية. هالخطوة دفعت كتار لشان حملة بوجه القضاء لاعتبار أنه عامل أصالة على أساس أنه فنانة وليس مواطن درجة عادية. من هون كان تعليق المدعي العام التمييزي سمير حمود اللي أشار أنه القضاء تعامل مع أصالة على أساس أنه مدمن والقانون بنص على عدم معاقبة المدمن. ورغم هالتوضيح تساؤلات كتيرة بتضل مطروحة للقضاء ما حقق بشكل موسع مع أصالة لاعتبرها مدمنة لمعرفة من وين مصدر المخدرات، واللي ما بتكون سرعة التحرك بهيك قضايا هي الثابت الدائم. بهالحلقه بنستضيف السيد جوزيف حوات رئيس جمعيه جد. اهلا وسهلا فيك استاذ جوزيف. وايضا معنا الصحفي كميل حداد. اهلا وسهلا فيك. كتبت عده مقالات ودراسات وكنت عايش يعني تجربه بهالموضوع مع المدمنين. جوزيف، هل القانون مباشره، لانه ما بدنا نضيع وقت، هل القانون يسمح باخلاء فوري للمدمن؟ في تعميم صادر عن المدعي عام التمييز القاضي سمير حمود، تعميم شفهي طلع، هو بعدم توقيف المدمنين اللي بيكون ما لهم سوابق، اللي بيكون اول مره. بس هذا التعميم يرفق بتحقيقات اوليه لازم تنعمل تخضع بمكتب مكافحه المخدرات. لانه اليوم كل الاجهزه الامنيه اذا بدها تشتغل، كان امن الدوله، كل الاجهزه مفروض ترجع لمكتب المخدرات، لأنه مكتب مكافحة المخدرات هو المكتب الأساسي المعني بموضوع. أصلا ما نقلت على أبداً. مكتب مكافحة. إجا مكتب المخدرات عمل لها الفحص العينة البول لتأكدوا أنه عم تاخد كوكايين، بس التحقيقات الأولية عملت بالمطار ضبط العدلية. طب قديش هيدا التعميم عم بيتطبق على شباب بعدنا لهلا أماتهم عم بدقوا بتلفنوا انه عم بيقعدوا شهر وشهرين وثلاثه وما بيعملوا لهم جلسات حتى، وبيتاخروا بالجلسات وبيكونوا مدمنين وبيكونوا بالسجن؟ هلا عاده وقت اللي بده يصير في عمليه تحقيق بده يجي اشخاص على التحقيق من وين اللي جابتهم اصاله، ما اجوا من الملفوفه، اشتريته من شخص. هالشخص وينه ما اجى، ما عرفنا مينه حتى ما تحقق. هل يا ترى الجوزا عمل له فحص؟ هل يا ترى الكميه أنا اللي عرفته من مصدر موثوق إنه 5 جرامات مع العلبة، أنا متأكد أكثر بكثير هن من 5 جرامات. شو مع العلبة يعني؟ يعني زينين العلبة وكاتبين إنه تحتوي على 5 جرامات كوكايين مع المغلف. عدة تساؤلات بنسألها، هلا يمكن هي ما تزعل. السؤال الأكبر هو من وين يعني؟ هيدي سؤال كمان سلولارة تفتش فيه، لأنه في داتا. ما سئلت من وين؟ في أسماء تجار معروفين، مكتب المخدرات متخصصين وعم بيعملوا انجازات عم نشوفها رائعه. ممكن رابط معلومات معينه قد اكيد يبين اسماء تجار كبار. نعم. من وين شاريه، من وين جايبه هالبضاعه، عده تساؤلات هلا بنسالها. نعم. طيب قبل ما اخذ معي محاميه فاديه شديد كمان، برايك عندك انت هيك تجربه تابعت مع المدمنين، قديش في ناس انظلموا كانوا مدمنين
توقفوا بظروف سيئة، يمكن صاروا أكثر من مروجين وتجار وما قدر تأمن لهم العلاج. يعني في بعض الجمعيات اللي عم بتساعد، وكمان هون بدي أشكر جمعية أم النور لأنه كمان عم بتساعد، كمان جمعية جاد، في عدد من الجمعيات بلبنان عم بتساعد لحتى تشفي وما صحيت، لكن أنه هل كافية وقديش في ناس انظلموا؟ المدمنين إجمالا بلبنان تقريبا أكثريتهم مظلومين، لناحية أنه لا يحال المدمن إلى العلاج مثل ما بتنص المادة 127 من ما بتحول على العلاج، بتحول على السجن، بتحول على السجن ومن السجن لبعبدة ومن بعبدة لرومية. والملاحظ أكثر شيء الدراسات بتقول معظم المدمنين اللي بيفوتوا على الحبس بيفوت مدمن هو بحاجة لعلاج، من خلال اختلاطه بين فلان وفلان وإرهابيين وحرم بيطلع متخرج بالتزوير بالسرقة. يعني بعد اعترافات 90% وفي منهم المدمنين بيكونوا بعمر صغير، في بالاحداث، في بال14 سنه. طيب. انا للاسف الادمان صار بلبنان عم يبلش من 13 سنه. هل فيك هيك تحكي لنا شيء قضيه او حكايه مؤثره تذكر لنا اياها لحتى نكون بهالوقت حكينا مع المحاميه فاديه شديد اللي عندها ايضا ملف يعني جدير بالاهتمام؟ مساء الخير استاذه فاديه. يسعد مساكي ويسعد مساء ضيوفك. نعم تفضلي، اهلا وسهلا فيك. ميرسي لك على دعوتي للمشاركه بهالحلقه. أنا حبيت شارك بدعوة كتير مهمة بالنسبة لي بتتعلق بسيدة بنت عائلة كتير مهمة. وقفت هالسيدة من تقريبا سنتين، وقفت بموضوع تعاطي مخدرات. نعم. لحد هلأ هي موقوفة سنتين؟ سنتين، وتحول ملفها لموضوع ترويج وتجارة، ولم يثبت بالملف إن هي تاجرة أو مروجة. نعم. واعترفت بكل مراحل التحقيق ان هي فعلا تتعاطى هي وصديق لها. نعم. وهيدا صديق بيشتروا المخدرات من محل معين. نعم. الكل بيعرفه. نعم. واللافت اكثر انه اثناء المحاكمه امام محكمه الجنايات ببيروت حضر المحقق يلي بمكتب مكافحه المخدرات يلي حقق معه وقتها. نعم. وقت التوقيف انا سالت سؤال، ليش ما اجريت فحص لهيدي البنت؟ قال لي ما في داعي. تتخيل انه واحد فايت على مكتب مكافحه المخدرات بموضوع تعاطي ما بيجرى له فحص؟ شو المقصود كان تلبيسها تهمه يعني؟ او هل ممكن انه يصير في ظلم وتلبيس تهمه لمدمن بقصد يعني انه يخفوا اسماء ثانيه مروجين اخرين مثلا؟ ليكي هي اعترفت وكشفت على صورة دلوها، قالتن أنا بشتري من فلان الفلاني، وهيدا الشخص فرجوها على صورته وأكدت إنه صديقة بيشتري منه. ايه وما جابوه على التحقيق؟ ما طلبوه للتحقيق؟ طبعا طلبوه على التحقيق واجت التحقيقات ومشي كل شيء، وهو كمان نكر. وطبيعي إنه هي على تليفونها، طبعا هلأ أكترية التحقيقات بتعتمد على موضوع الاتصالات. نعم. مع تجار المخدرات، فهي تبين طبعا انه بيتصل من تليفونها على عن تاجر المخدرات بياخذوا موعد وبيروحوا بيستلموا هالمخدرات. هيدي الوقائع تبينت يعني، ولكن استبعد هو من الجرم وهي هلا موقوفه بالادمان بالترويج. بالترويج نعم. طيب انا بدي اشكرك استاذ بدي معلش خليني الفت النظر فضل. بالنسبه لكمان الاستاذ كان عم يحكي قبل شوي، حبيت انه عن موضوع الناس اللي بيحولوهم المتعاطين على السجون. نعم. هيدي البنت ما خضعت لأي فحص لأي علاج لأي شيء، وهي موجودة بسجن. نعم. النساء ببعبدة وتعاني. شكرا لك استاذ فادي، شكرا لك. طيب في شيء مش طبيعي بالموضوع يعني نحن حبينا انه ما نمرق مرور الكرام قد ما وردت اتصالات من اهالي مدمنين عندهم ظروف كثير سيئه وصعبه بالسجون، بتوقيفاتهم، بظروف توقيفاتهم، بالتحقيق معهم، فبدنا نطلق صرخه يعني. ما بقى معنا وقت كثير، بس تفضل لو سمحت. اللي عم بيصير كارثه، كثره التساهل هي اللي عم توصلنا لهون. نعم. والشغل مع اشخاص مثل ما قالت، شخص مثل هيدا بنام سنتين ثلاثه ليطلع ملفه ويطلع بالاخر تعاطي، بس كمان مش مقبوله. نعم. هلا بموضوعه في شيء مش طبيعي يعني، لا يجي بنت تتوقف سنتين ثلاثه بعمليه تعاطي بس، اكيد في اشياء ثانيه عاده بيتاخر الموضوع. يعني هو القصد انه في بعض المتعاطين في شبكات ما بيكون في عندهم تحقيقات سليمه، بيروحوا على انه تهم الترويج، بيكون في شبكات بعد بانتظار ليجيبون يستدعون ليوقفون، بخلوا بقول المدعي العام انه خلي هيدا الشخص
وقف على فرمة لكن موضوع أصالة، خلينا نرجع لأنه نعم. الموضوع الأساسي بس لو سمحت بسرعة، بس أنا بحب أسأل اللي عم بيدافعوا عنا أنه لو صارت معها هالحادثة بحي الله مطار بالعالم شو كانوا؟ نحن أقل شيء يمكن قدرنا، نحن مش دفاعا أو لا هجوما لا. بس نحن عم نقول أنه في حادثة صارت معها الحادثة أثارت يعني بعض كوكايين عم نحكي من... وعم تتعاطى نعم. وحاملة بأكد لك كمية أكبر وأكبر، وهون لازم نوضح أنه الفنان رسالة، كنا عم نحكي مع تحت الهواء مع أساس كميل، معظم هالفنانين صاروا مخدرات وعلنا هو لازم يكون قدوة، بالعكس انت لازم تفرجي نعم. هالأشخاص الباقية. في معنا اتصال من مدمن عم بيقولوا لي على الهواء، مساء الخير تفضل. تفضل حابب تحكي عن تجربتك، حادثتك توقفت بتهمة ادمان؟ اي نعم. تفضل شو صار معك؟ انا صراحة موضوع أصالة استفزني كتير كتير كتير، مشان هيك حبيت خبرك شو صار معي أنا. تفضل. أنا مرة كنت بالبقاع، كنت مارق بظروف صعبة بحياتي وابتلقت بمادة الإيروين، صرت مدمن ومريض عليها. بقى مرة كنت بالبقاع عند التاجر ونازل بالباص على بيروت، بتلاقى بحاجز تحرية بشتورة، بيوقفوا الفان على اليمين، بيطلع هيك التحري من الفان، بيسألوا هيدا الشاب من وين طلع معك؟ قال له من مفرق الحمودية. قال لي انزال من الفان. انزلت، بيقوم بيقول لي اعطيني الاغراض اللي معك تفلي لك على البيت. قلت له يا سيدنا ما معي اغراض. اعطيني الاغراض ما بعطيك. قلت له يا اخي والله ما معي اغراض. قال لي طب يلا تعال اطلع معك، هلا بولك اصدق من قولك. المهم بيطلعوني على مكتب مكافحة المخدرات بزحلة، بيعملوا لي فحص بول، بطلع اعترفت انا، قلت لهم مظبوط انا كنت عم بتعاطى وانا زلمه مريض وغصب عني يعني. نعم. المهم باكل خبيط فوق ليوم الخبيط تعترف على تجار، مع انه انا ما كان عندي مشكله، قلت لهم من اني التاجر. صاروا يسموا لي تجار هن تعترف عليهم انا كمان. قلت هي ايد اللي بدك اياه بس خلصني، انه انا شو هالجرم اللي عملته، انا انسان مريض ما كان يعني ما ضبط معك شيء، بس الفحص البول كان عندك تبين انه انت مدمن، ما ضبط معك ولا 100%. ما كان معي ولا غبره يعني ولا قعدت فتره بالسجن قعدت فتره بالسجن بعد هيدي التحقيقات. مهم بيتركوني بقصر العدل 7 ايام لطلعوني تشوف المدعي تشوف القاضي، قد ما كنت متضايق وقد ما كنت عم تطلع روحي بالحبس، حبة دواء ما عطوني. وبس فتت لعند القاضي انا وعنده جوا كنت عم راجع وعم بستفرغ وحالتي بالويل، واول مرة بحياتي كنت بتوقف. ترجيته قلت له يا سيدنا طول عمرك، اهلي هون، اذا فيك تحولني انا انسان مريض تروح اتعالج. قال لي لا اخي روح على الحبس خليك تتربى. قال لي روح على الحبس انطر لك 20 يوم وبعدك لسبيل. يعني المهم حولت يعني تعذبت من حبس لحبس، رحت على زحلة ومن بعد زحلة حولوني عجب جنين وما تشوفي بالحبس جوا. يعني وصلت فكرتك ووصلت رسالتك، شكرا لإلك شكرا لإلك. يعني هيدا يمكن عيني هلا كوارث عم بيصير بموضوع المخدرات، حرام هالشباب. يعني بدل ما تيجي الدولة تصرف ملايين من الدولارات على جمعيات وهمية عم بتكافح المخدرات وسياسيين تحت ستار نساعد موضوع المخدرات، لازم يكون في تعمل مصحات. هي مصحات نعم. هي تعمل الدولة كل الأحوال. يعني نحن كان هدفنا أنه نقول بمطرح الحقيقة، هي أنه في كتير ناس عم يتبهدلوا وعم يتعذبوا ومظلومين لأنه المدمنين، والتحقيقات لازم تطال الجميع بمكتب المخدرات بكل شفافية. هو التساهل مع المدمن نعم. وعدم التشدد مع التاجر والمروج، هذا اللي وصلها تزيد 60% بلبنان. يعني أنا كان بدي أعطيكم وقت أكتر، بس موضوع الانتخابات اللي كان هو الأساسي بحلقة الليلة، حبينا ما نمرق على هالموضوع إلا ما نتوقف عنده. شكرا لكم، رح نتابعه إن شاء الله أكيد. شكرا لك أستاذ كاميل كمان، شكرا لك أستاذ جوزيف، شكرا لكم مشاهدينا. بنختم حلقتنا إن شاء الله نكون إنه قدرنا فسرنا بعض الأمور الغامضة بقانون الانتخاب، على أمل إنه اللقاء بحلقات لاحقة ومواضيع أيضا بتهمكن ومتابعة كل المواضيع اللي كنا طرحناها واستجد فيها أي أمر. نختم سوا الحلقة بفقرة 90 ثانية، منشوف سوا شو فيها، وتصبحوا على خير.
أندرو عمره 17 سنة، تلفن له رفيقه وظهر حبوا يروحوا يزوروا الكنيسة قبل الفحص الله يوفقهم بقلب المنطقة، لأنه ما بيطلعوا برات المنطقة وما بيروحوا بدون ما يقولوا لوين رايحين. وكتير ناس قالوا أنه كانوا شربانين وكانوا سكرانين وما بعرف شو. في تقرير للطبيب الشرعي هو بيظهر أنه جسمهم خالي من أي مواد، بس طريق الغدر اللي غدرتهم يلي ما فيها أمان وما فيها سلامة عامة. رفيقه عم بيرد عبيه على السيلولار وكل شوي يبعث له مسج لأنه شاف ابنه أنه تعوق. بعدين قال له خفف، ما بقى ترد على هالتليفون. اي رح يركز على الطريق ترك تليفون، ما بدي موت امي بتحبني. اذا شبابنا ما ماتت من الاقواص ومن الحرب بتموت على طرقات بلادها. انا بس وصلت لهون حسيت انه هني هيدا الحادث هني عاملينه. صرت صرخ، ما حدا صدقني، صاروا يقولوا هي سيارة قديمة، أول شيء ما صدقوا إنه سيارة. صاروا يقولوا لي إنه مش مزبوط، وأنا قلبي دلني إنه هني هو هني، بليز حدا يخلصهم. صرت صرخ، كان خيو بيو اللي وصلوا وركضوا ومشيوا بالوادي. ما تسأليني كيف نزلوا، بعرف إنه جوزي كسر إجره وخيو كمان روح إجره. توصلوا وعرفوا إنه هني، وبس سمعت صريخ بيو من الوادي انهارت.